هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، مجمع الملك الحسين للأعمال. مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم جميعا وين ما كنتم عم بتتابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاص بموقع طقس العرب. بداية يا رب إن شاء الله تكون بداية أسبوع منيحة وكويسة وسعيدة علينا وعليكم وعلى كل الناس اللي عم بتابعونا من وين ما كنتوا عم بتابعونا. بداية يعني قبل ما نبلش ببرنامجنا ونبلش يعني بحلقة اليوم من برنامج جوك، باسمي أنا أسامة الجيتاوي وباسم جميع العاملين وجميع كادر موقع طقس العرب وشركة ومركز طقس العرب، نقدم تعازينا الحارة لأهلنا وأخوتنا وحبايبنا بمدينة السلط، ورحم الله من توفاهم بالكارثة والحادثة الأليمة اللي حصلت يوم أمس وكنا شاهدناها. نتمنى أن تكون مثل هذه الحوادث هي آخر يعني المشاهد المحزنة اللي ممكن إنه نشوفها كأردنيين. جميعنا ملكومين وجميعنا حزينين وجميعنا بحالة عزاء على ما حصل وما حدث امبارح. فقدنا 7 أرواح من أهلنا من مدينة السلط، 7 أرواح من مواطنينا في الأردن، وجعل الله يا رب مثواهم الجنة وألهم ذويهم وألهمنا جميعا الصبر والسلوان متابعينا ومشاهدينا الأعزاء. نظرا لهذا الوضع الحزين اللي موجود ونظرا يعني للكارثة والحادث اللي حدثت وحصلت يوم أمس، اليوم حلقتنا يعني راح تقتصر على فقط شرح لطقس يعني اليوم والطقس خلال أسبوع، ومن ثم راح نختم حلقتنا على أمل إن شاء الله اللقاء فيكم يوم غد بحلقة أخرى. ولكن يعني بداية بدي أذكركم بأوقات الصلاة مشاهدينا الأعزاء لليوم: صلاة الظهر بتمام الساعة 11:46، صلاة العصر بتمام الساعة 3:10، أما رفع أذان أو المغرب بتمام الساعة 5:50، أما رفع أذان العشاء بتمام الساعة 7:05، وأذان الفجر بتمام الساعة 4:25 صباحا. طبعا قبل ما ننتقل للزميلة محمد الشاكر، بدي أنوه يعني شغلة مهمة، أنه يوم أمس تعدى رؤية هلال شهر شعبان، وبالتالي اليوم الأحد يوافق 30 من شهر رجب، الأمر الذي يجعل تحري هلال شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 12 نيسان، وإن شاء الله رب العالمين يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. الآن يعني على الهواء مباشرة راح ننتقل للزميل المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر، لا يعني يشرح لنا إن شاء الله حالة الطقس راح تكون معنا لليوم وحالة الطقس للأسبوع. محمد صباح الخير. صباح الخير أسامة، وصباح الخير لجميع الإخوة المشاهدين. طبعا البداية في هنا في مركز طقس العرب برضو مرة أخرى من عزي أهلنا في السلط بوفاة شهداء حادث السلط يوم أمس، جعل الله جميعا مثواهم الجنة. الأحوال الجوية لليوم: الأجواء ودرجات الحرارة ترتفع في العاصمة عمان وعموم مناطق المملكة، يتوقع أن تسجل درجة حرارة اليوم في العاصمة عمان حوالي تقريبا 19 درجة مئوية مع ظهور كميات من السحب المتوسطة والعالية. درجات الحرارة هي أعلى بقليل من المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام. الطقس يكون في ساعات النهار مائلا للدفء لأوقات قصيرة في ساعات الظهيرة والعصر، ويكون بشكل عام دافئا إلى حار نسبيا حتى في بعض مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. خلال ساعات الليلة القادمة يتزايد تأثر المملكة بمنخفض جوي خماسيني جديد، لكنه لن يسلك نفس المسار للمنخفض الجوي الخماسيني السابق، فسيقتصر تأثير هذا المنخفض الجوي الخماسيني على المملكة هذه الليلة وساعات نهار يوم غد. تسود المملكة الأحوال الجوية الخماسينية بحيث ترتفع درجات الحرارة مثلا الليلية القادمة الصغرى، أي أقصد ليلة الأحد على الاثنين، بالمقارنة عما كانت عليه خلال الليالي الماضية. الطقس يكون أكثر اعتدالا في ساعات ليلة الأحد على الاثنين مما كان عليه أيضا في الليالي الماضية، وغدا الاثنين الطقس إجمالا
سيكون أكثر دفئا من اليوم وجافا، وربما يكون مقبرا في بعض مناطق المملكة. نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدن ومحافظات المملكة وكذلك الصغرى الليلة القادمة، ونبدأها من المناطق الشمالية من المملكة في إربد 19 إلى 13 درجة مئوية، جرش 21 إلى 15، في المفرق 21 إلى 13، وفي عجلون من 18 إلى 13 درجة مئوية. المناطق الوسطى في العاصمة 19 كما ذكرنا، الصغرى 14 درجة مئوية، في السلط 18 إلى 14، في مأدبة 19 إلى 14، في البحرميت 25 إلى 21، وفي الزرقاء من 23 إلى 15 درجة مئوية. فيما إذا انتقلنا للمناطق الجنوبية تكون في الكرك 20 إلى 15، في الطفيلة 19 إلى 12، في معان من 25 إلى 14، وفي جبال الشراء من 19 إلى 11، في حين ترتفع في خليج العقبة 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى ليلاً 21 درجة مئوية. أما في المناطق الشرقية فتكون في رويشت 23 إلى 14 درجة مئوية، تكون في الصفاوي 23 إلى 12، وفي الأزرق ترتفع العظمى اليوم إلى 25 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض الصغرى الليلة القادمة إلى حوالي تقريبا 15 درجة مئوية. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة خلال هذا الأسبوع والنشرة الجوية الأسبوعية، فكما لاحظنا اليوم الأحد الأجواء مستقرة في عموم ومختلف مناطق المملكة، وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية في بعض المناطق الشمالية. وذكرت أنا كمان في ساعات الليل القادمة ونهار يوم الاثنين تتأثر الأمريكا بامتداد لمنخفض جوي خماسيني، وبالتالي يطرأ المزيد من ارتفاع درجات حرارة سواء هذه الليلة أو حتى نهار يوم غد الاثنين، فكما نراه ترتفع مثلا في العاصمة عمان إلى 20 درجة مئوية في ساعات النهار، 21 في إربد، 20 في جبال الشراء، ونلاحظ في خليج العقبة ترتفع غدا درجة الحرارة فيها إلى 32 درجة مئوية، وبالتالي الطقس يكون حار نسبي بشكل عام في مناطق الأغوار والبحر الميت وحتى منطقة العقبة، تكون 26 درجة مئوية في معان وحوالي 28 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، ولكن بشكل عام في جنوب وشرق المملكة يتوقع أن تكون الأجواء مغبرة وتظهر بوضوح في تلك المناطق الأحوال الجوية الخماسينية. يعقب تأثير هذا المنخفض الجوي الخماسيني عودة لانخفاض في درجات الحرارة ليلة الاثنين على الثلاثاء، فكما نلاحظ ليلة الاثنين على الثلاثاء تعود درجة الحرارة مثلا في العاصمة عمان إلى 10 درجات مئوية، تنخفض مثلا في جبال الشراء 8 درجات، وفي المنطقة الشمالية إلى 10 درجات مئوية، وبالتالي حتى يوم الثلاثاء يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة كما سنلاحظ بحدود 6 درجات مئوية، وبالتالي تعود في العاصمة إلى 14 درجة مئوية في ساعات النهار، تعود في جبال الشراء 12 درجة مئوية، 19 في المنطقة الجنوبية، 26 في العقبة. هناك انخفاضات ملموسة متوقعة درجات حرارة يوم الثلاثاء تعقب تأثير المنخفض الجوي الخماسيني. يعود الطقس يصبح باردا نسبيا في أغلب أوقات النهار وباردا في ساعات الليل. هناك احتمال ضعيف لأن تهطل زخات خفيفة من المطر في أقصى المنطقة الشمالية بمشيئة الله تعالى، وترتفع درجة حرارة مثلا في إربد إلى 16 والصغرى 8 درجات مئوية، وتكون 23 في ساعات المنطقة الشرقية مع بقاء الأجواء مغبرة في تلك المناطق. أما يوم الأربعاء فيستقر الطقس بشكل عام وتبقى درجات حرارة تقريبا حول المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وبالتالي الطقس يكون في ساعات النهار مائلا للبرودة بشكل عام في مناطق عدة من المملكة، وباردا في ساعات الليل، وغالبا مشمس في كافة المناطق، 15 إلى 9 في العاصمة، 17 إلى 8 في إربد، 15 إلى 7 في جبال الشراء، 22 إلى 9 في المنطقة الجنوبية ومعان، 27 إلى 17 في خليج العقبة، وتكون 22 إلى 9 في المنطقة الشرقية من المملكة. يوم الخميس أيضا تراوح درجات حارة مكانها ولا تغييرات جذرية متوقعة الحالة الجوية يوم الخميس، الأجواء مستقرة في كافة المناطق ولا تغيير جذري واضح ومتوقع على الأجواء. ويوم الجمعة أيضا كذلك كما نلاحظ لا تغييرات جذرية على درجات الحرارة، درجات الحرارة حول المعدلات المعتادة إجمالا، لا مش متوقعين مثلا يكون في عندنا ارتفاعات جديدة أو حتى منخفضات جوية خماسينية، والأجواء غالبا مشمسة مستقرة، درجات الحرارة حول معدلاتها بشكل عام، باردة نسبيا في ساعات النهار، قد تكون معتدلة لوقت أو لفترات يعني معينة في ساعات الظهيرة والعصر، بجبال أن الأجواء تكون معتدلة ربيعية في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، ولكن إجمالا في المملكة متوقع أن تكون الأجواء في ساعات الليل
باردة في أغلب مناطق المملكة. هذا كان كل ما لدي بشأن الأحوال الجوية سواء لليوم أو خلال هذا الأسبوع، وأتمنى للجميع إن شاء الله أسبوع يكون أفضل ويعني مما سبق من أيام، وإن شاء الله صحيح. يكون هذا الأسبوع سعيد عليكم جميعا. يا رب محمد الله يعطيك العافية. يعني بنقدر نحكي كملخص، إحنا أمامنا أسبوع نوعا ما مستقر في الأجواء نهارا، بدناش نحكي دافئة، ولكن درجات حرارة يعني أعلى ما تعودنا عليه خلال الأيام الماضية من برد، يعني ممكن إحنا نحكي 13-14-15 بالليل راح ترجع يعني الواحد يلمس البرودة يعني. فأتوقع صحيح. خلال الليل بدنا جاكيت أثقل من الجاكيت ممكن نلبسه خلال النهار. فيعني الله يجيب اللي فيه الخير إن شاء الله، ويعني يجيب دائما علينا وعلى وطننا وعلى شعبنا الخير ويفرجها علينا رب العالمين. يعني كلياتنا بنعرف الظرف الصحي والظرف النفسي والظرف الاجتماعي وحتى أيضا الاقتصادي اللي عم نمر فيه، كان الله بيعون الجميع يا رب. محمد الله يعطيك العافية، وأنا أيضا كمان بوجودك معاي على الهواء مباشرة بدي أعتذر عن أنه إحنا اليوم كما يعني أسلفت وكما حكيت أنه نكمل حلقتنا ومواضيعنا المتنوعة كالعادة يعني، وأجواءنا ببرنامج جوك احتراما لأرواح الشهداء وللحدث والجلل اللي يعني صار مبارح. نكتفي لليوم بنشرة الطقس للأسبوع مع الزميل محمد الشاكر، عسى إن شاء الله أن نلتقي بكم غدا بظرف للجميع إن شاء الله يكون نفسي وظرف أفضل للجميع بإذن الله سبحانه وتعالى. أي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي، أيضا أريج الدجاني، سعادة الرطوط من المتابعة والتنسيق والإعداد. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء على متابعتنا، نراكم غدا إن شاء الله، دمتم بحال أفضل ودمتم بصحة أفضل، والسلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال.